ذات الكثافة السكانية العالية. يصنف النمر من قبل الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة على أنه قريب من خطر الانقراض بسبب المخاطر السالفة الذكر، إلا أنه على الرغم من ذلك لا يزال أكثر عدداً من باقي أنواع السنوريات المنتمية لجنس النمر، والتي تواجه جميعها مخاطر أكبر من تلك التي تواجهها النمور. يمتلك النمر قوائم قصيرة نسبياً، بالإضافة لجسد طويل وجمجمة ضخمة. إنه يشبه الياغوار بشكل كبير من حيث الشكل الخارجي، لكنه أصغر حجماً وأقل امتلاءاً. فراء النمر مبقع برقة وردية الشكل، يعزى نجاح هذا النوع وانتشاره في مناطق متنوعة في العالم القديم إلى عاداته الانتهازية في الصيد ومقدرته على التأقلم مع أشكال مختلفة من المناخات والمساكن، بالإضافة لقدرته على التنقل لمسافة 58 كيلومتراً في الساعة. تقتات النمور على أي نوع من الحيوانات التي تستطيع الإمساك بها، حيث يتراوح حجم طرائدها من حجم الخنافس إلى حمر الزرد. تتراوح المساكن المفضلة عند هذه الحيوانات من غابات الأمطار إلى المناطق الصحراوية. إنه يلعب دوراً بيئياً مماثلاً للدور الذي يلعبه الجاغوار في الأمريكيتين، يجعل الرعي الخفيف الأبقار عرضة للافتراس من قبل الحيوانات.